السبب انه كان سيستم واحد في مصر بتندار بيه اللعبه بسيستم واحد، ولقيت انه الهدف من مشاركه منتخب مصر في اي بطوله بيلعبها سواء افريقيا او هو مجرد بس ان احنا بنمثل الموجودين، مش الهدف ان احنا نتقدم او نتطور او نحرز القاب ونتاهل لبطوله عالم على الاولمبيكس. يعني الجيل اللي هو 76 77 بعتقد ده من احسن الاجيال اللي جت مؤخرا، فكنا حرام ان احنا ما نتاهلش، وبالاخص احنا تاهلنا منتخب شباب في استراليا. بس الطريقه والسيستم اللي هو مدرب يجي قبل البطوله بشهرين ومعسكرات سوري على ليفل اوطى بكتير من ان انت تساعد المنتخب ان هو يقدر يلعب افريقيا ويتاهل، عدم الاهتمام بالمنتخب في امور لوجستيكيه، يعني لوجيستيك اوتيلات، المواصلات، اهتمام بانه يبقى فيه دكتور، الاعداد البدني، سبلمنت بتتاخد، الحاجات دي كانت بعيده تماما عن فكره انه تبقى موجوده في المنتخب. فلقيت بصراحه انه مضيعه للوقت انه انا ابقى موجود في المنتخب، بالاخص انه احنا كان تقريبا من 93 ل 2007 ما كانش فيه راحه، يعني احنا بنخلص الدوري صيف مع المنتخب، بنخلص المنتخب في الشتاء مع النادي، فتقريبا بتلعب 12 شهر. ففي الاخر لما بتلاقي السن بيكبر ما تقدرش تواظب على نفس الوتيره دي، لانه في الاخر جسمك بيبقى محتاج راحه بصوره معينه عشان تقدر تكمل. فقررت ان انا اعتزل دوليا لانه لقيت مفيش جدوى ابدا من ان الواحد يفضل مع المنتخب بلا هدف. والله لا انا مش زعلان، لانه يعني اللعيبه اللي لعبت بطوله افريقيا وتعبوا وتاهلوا هم احق ان هم يروحوا بطوله عالم. وانا يعني اوكي بطوله عالم بالنسبه لي ما كانتش هتنقل لي النقله النوعيه، يمكن لو كان سني اصغر شويه في العشرينات ممكن اقول لك كانت فرقت، بس في العمر يعني تقريبا 2014 ده من 6 سنين، يعني كان عندي تقريبا 37 سنه، ف يعني ما كانتش هتفرق في الكارير بتاعي، هي مجرد بس انه تايتل بيتحط او بتاع بطوله بتتحط في السي في، وما كانتش هتفرق معايا لانه المكان اللي كنت وصلت له مش هوصل ابعد منه بان انا يتحط لعبت بطوله عالم ولا لا. وبس ابدا لا ولا زعلت ولا تأثرت بالموضوع، لانه كان في ناس احق ان هي تروح وده كان حقها يعني.